مدبولي يلتقي مسؤولي مجموعة العربي لبحث مقترحات دعم التصنيع ويؤكد الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات. شكري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس وعقد لقاءات مع نظرائه المشاركين بالاجتماع. تقارير عن تقديم الولايات المتحدة معلومات ساعدت في تحديد موقع المحتجزين بغزة، وواشنطن تنفي استخدام الرصيف البحري لإخراجهم. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعة والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات التي يتم تصنيعها. جاء ذلك خلال لقاء مع مسؤولي مجموعة العربي لاستعراض المقترحات الخاصة بزيادة نسب التصنيع المحلي لمختلف المنتجات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على النهوض بهذا القطاع. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وقد جدد رئيس الوزراء تكليفاته بسرعة استكمال صرف التعويضات للمستحقين وفقا للخطة الزمنية المقررة لإنهاء كافة التعويضات المستحقة. وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة زمنية للأعمال تتم متابعتها أسبوعيا، سواء لأعمال الإخلاء أو التعويضات أو مشروعات التطوير التي تتم بالمجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، كما شدد على ضرورة عدم السماح بأي بناء مخالف بالجزيرة. تنظم وزارة الداخلية الملتقى الخامس للشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمدينة السويس لمشاهدة معالم المحافظة والمشاريع القومية بها. يأتي ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف مبادرة جيل جديد إلى بناء أجيال من قاطني المناطق الحضرية الجديدة على حب الوطن والفخر بالإنجازات التي يزخر بها وثراء معالمه وتاريخه، التي تحرص وزارة الداخلية على أن يتعرف عليها ويتباهى بها، بل ويسهم مستقبلا في مسيرة البناء والتنمية. الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة استضافته السويس، أرض الصمود والبطولات على مر التاريخ، إحدى بوابات مصر الشرقية التي تفوح من رمالها دماء الشهداء وتتميز بتعدد الموانئ ووجود الصناعات البترولية، وذلك في إطار مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، بعدما حققته المبادرة من نجاحات في مراحلها السابقة في تعريفهم بمعالم وإنجازات الوطن، والتي تأتي استمراراً لدور وزارة الداخلية الفاعل في الاهتمام بهم والارتقاء بثقافتهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم. تم اصطحاب الشباب في جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة وفي مقدمتها النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الشهداء. انطلقوا بعدها إلى ممشى أهل السويس بطبيعته الساحرة كأحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة، والتي أنشأتها الدولة حديثا في إطار تطويرها. واستمتع الشباب بزيارة كورنيش قناة السويس، والتي تخللها مشاهدتهم لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري وقام بتدمير خط بارليف في انتصار أكتوبر العظيم. منطقة اللسان كانت إحدى نقاط العبور القوية اللي قواتنا المسلحة عبرت في خلال ساعات، 4-5 ساعات، وعدوا الناحية التانية. تحية كبيرة لقواتنا المسلحة الباسلة اللي هي بتحفظ مصر في كل وقت. لما تشوف أبطال حلفين يحمو يا ابن اليوم الدين. كما قاموا بزيارة المتحف الأثري بالسويس كأحد الإنجازات على مر الأجيال
التي سطرها المصريون بسواعدهم قديما وحديثا. طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي اهدافها قدرت ان هي توصل لمحافظات مصر، وبنشكر جهود وزارة الداخلية في ان هم بيقدروا ان هم يعملوا تواصل ما بين الاولاد دول والاماكن الثقافية. انا شفت اثار بلدنا وحاجات انا ما كنتش اعرفها وطوروا من تفكيري، وانا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لي. بجد مبسوطة جدا لاني عرفت معلومات كتيرة جدا عن المصري القديم وقريتها بنفسي، وكمان شرحوا لنا واستفدنا معلومات كتيرة جدا. تضمنت فعاليات الملتقى في شقه الثقافي توزيع قصة بعنوان أنت البطل، والتي تؤكد على أن البطولة الحقيقية في نفع الإنسان لنفسه وأصدقائه وبلده وأسرته، ونشر الطاقة الإيجابية والسعي لتحقيق الحلم. وهذه القصة كانت محور نقاش وتفاعل في إحدى المحاضرات. أي حلم كان بدايته فكرة، وانتوا كنتوا الفكرة، فكرة البلد تكبر. عشان كده خدناكم في كل الملتقيات، والنهاردة بنكمل ده وبنفرجكم على المشاريع القومية، المشروعات القومية اللي بتقابلنا، المشروعات دي بتاعتك انت اللي هيحافظ عليها انت. القصة دي علمتني اللي لازم أن يبقى عندي هدف، ولو ما عنديش هدف فأحلم وأسعى واجتهد لغاية لما أوصل لحلمي. القصة دي كمان علمتني أن مهما كانت المشاكل أو الصعوبات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف، لازم أتجنبها وتخطاها عشان أوصل لهدفي، وهي دي البطولة الحقيقية. لما تشوف أفضل حفيد يحمو يبنى اليوم الدين. حرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة، حيث تم تعريفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الجاذب لهذه الاستثمارات. يحمو يبنى اليوم إبراهيم حسن إبراهيم من حي أهلنا واحد، وعايز أعرف أنتوا شمعنا اخترتوا المنطقة دي بالذات عشان تبنوا فيها هذه المصانع؟ قناة السويس دي قلنا بيعدي منها كل سنة قد إيه؟ 26,000 سفينة. هل نسيبهم يعدوا وخلاص، ولا نعمل مصانع في المنطقة اللي حوالين قناة السويس وننميها بدل ما هي صحراء، ونعمل استثمارات ونشغل الناس ونجيب دخل أجنبي من بره، ويبقى فيه عندنا صادرات أكتر من الواردات؟ الكلام ده متوفر عندنا في المنطقة الاقتصادية، إن إحنا المنطقة بتاعتنا 455 كيلومتر مربع، عندنا من أول ميناء السخنة لحد بورسعيد، كل قناة السويس في حضن الهيئة الاقتصادية. اللي شفناه النهاردة عرفنا قد إيه إن كان مهم إن يكون عندنا قناة السويس الجديدة. تضمنت فعاليات الملتقى جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية تيدا مصر، وهي نموذج للتعاون المشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات. أشكر كثيرا لوزارة الداخلية يعطينا الفرصة لتعريف منطقة تيدا لشباب مصرية. يعني منطقة تيدا تعاوني هو نموذج تعاوني بين حكومتين، حكومة الصيني ومصري. ولأن المنطقة لديها إمكانات تصنيعية واقتصادية واعدة وبها العديد من الصناعات، فقد قام الشباب بجولة داخل مصنع جوشي مصر للألياف الزجاجية، والتي تجسد آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر. بكرة نضحي علشان مصر ونوفق منها طول العمر أجيال طلب مصر جديد. احنا نشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشريفه تنظيم هذه الزيارة لنا، وده بيتيح الفرصة للأفراد مهما كان أعمارهم مختلفة إنهم يعرفوا مدى التطور التكنولوجي والصناعي اللي وصلت للدولة حاليا. شفنا شركات كبيرة وشفنا شركات ومصانع تفيد مصر وتفيد الاقتصاد بتاعت مصر، وبجد احنا فخورين جدا اللي احنا يعني لينا وفي شرف كبير اللي احنا في مصر في حاجة زي كده. وجولة أخرى بمصنع مايديا إيجيبت، وهي مشروعات قومية لتعريف هذه الأجيال بما تتمتع به مصر
من إمكانات تصنيعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني. لما تشوف أفضل حنفي يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير الدين. فخور جدا ان احنا بدأنا نسد الفجوة ما بين أسئلة الشباب اليومين دول والأطفال البلد بتعمل ايه، وما بين ان احنا نجيبهم على أرض الواقع يشوفوا زي ما عبرنا عشان نحافظ على الأرض، عبرنا كمان عبور اقتصادي عشان بلدنا دي هتبقى في حتة تانية. وشملت الجولة منطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة، حيث قاموا بجولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميته الاقتصادية والذي يمثل انعكاسا للمناخ الجاذب للاستثمار الذي تنعم به مصر. لما تشوف أفضل حنفي يحمو يا ابن اليوم الدين. اللي بيحصل النهاردة في مصر شيء يعني جديد من نوعه. احنا ما بقيناش بس بنبني حجر ولا صخر ولا مباني، احنا بنبني بني ادمين، وبنبدا من الطفل. التربيه الصح والتعليم الصح هو اللي بيطلع اسس صحيحه ودوله صحيحه. نشكر مبادره سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره الجميله والرائعه لتكوين الشباب، مبادره جيل جديد. والحمد لله احنا في موانئ دبي حبينا الفكره هاي، والدعم من رئيس المجموعه الاخ سلطان بن سليم ان نطور الشباب وكيف نقدر نتعاون مع المبادره هاي ونطور الشباب يكونون ان شاء الله جيل قوي وحاضر يبني مستقبل مصر في المستقبل الجديد. كما تم تنظيم محاضرة لهم لشرح أبعاد عمل الميناء ودوره المهم في تداول حركة الحاويات والبضائع. وخلال فيديو موجه من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية أثنى على المبادرة التي تعد استثمارا في شباب مصر، كما عبر عن فخر المجموعة بالتعاون مع مصر ودعمها لتكون مركزا للتصنيع بالمنطقة. أتقدم جزيل الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه ورعايته الكريمة لمبادرة كلنا واحد، وإلى وزارة الداخلية على هذه الدعوة الطيبة. ويسعدني أعلن اليوم أننا سنقدم منحا دراسية جامعية لأفضل 10 طلاب من أبناء المبادرات الجديدة جيل جديد، ومن خلال هذه المنحة الدراسية ستقوم مجموعة موانئ دبي العالمية برعاية هؤلاء الطلاب في الجامعة وتسويلهم بالفرص التدريبية بعد تخرجهم. باسمي وباسم زملائي في مبادرة جيل جديد أتوجه بالشكر لحضراتكم على حفاوة الاستقبال اليوم للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية بالرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإن شاء الله نكون كلنا واحد في جيل جديد. وتم توزيع هدايا تذكارية من المجموعة على الشباب. أنا كل مرة ببقى حريص إني أشارك في المبادرة لأن بشوف فيها مصانع ضخمة وطرق وكباري. المرة دي في السويس أنا شفت مصانع وشفت مواني وشفت شركات بتقول إن مصر يبقى لها مستقبل كبير، وإحنا يبقى لنا دور في المستقبل ده، وإن شاء الله هنحافظ عليه. على هامش الملتقى تم تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي قاموا بزيارتها وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذه الإنجازات. إيه أهمية المشروعات القومية اللي هنشوفها في مصر؟ الدولة المصرية بتكتب بحروف من ذهب قصة نجاح المشروعات القومية اللي هتنقل الدولة من مكان لمكان إن شاء الله أكبر وأكبر، وتبقى مصر أم الدنيا وقد الدنيا. بيشوفوا إنجاز بلادهم في التاريخ وبيشوفوا إنجاز بلادهم في الحقيقة العصر اللي هم عايشين فيه، لأن هم هيشيلوا مسؤولية حماية الإنجازات دي. لما تشوف أفضل حنفي يحمو يا ابن اليوم الدين وليك يا مصير الدنيا.
ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضرية الجديدة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيجني نوفغورود الروسية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس. من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير الخارجية إلقاء كلمتين خلال جلستين للاجتماع، كما تشمل الزيارة أيضا عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات والتعاون الثنائي، إضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى والتقديرات بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن مشاهد القتل في النصيرات تثبت أن الحرب تزداد بشاعة، مشيرا إلى أن مخيم النصيرات يشكل بؤرة الفاجعة التي يعيشها قطاع غزة. ذكر جريفيث أن مخيم النصيرات للاجئين أصبح مركز الصدمة الزلزالية التي لا يزال المدنيون في غزة يعانون منها، لافتا إلى أن تناثر الجثث على الأرض يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. وقد استيقظ سكان مخيم نصيرات اليوم على مشهد الدمار الهائل في المنطقة بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية المكثفة على المخيم. وقال أحد سكان المخيم أنه لم يتخيل قط أنه سيشهد ما حدث يوما ما. حصف وإطلاق النار من كل فج وميل، ما بتعرفش أنت إيش مصدر إطلاق النار. يعني أنا للحظة يعني زوجتي ماسكة فيها بتقول لي أنا خايفة، كانت يقول لي خايفة أنه يكون القوات الخاصة كمان يقتحموا البيت عندنا، يكونوا عملية إنزال من السطوح، فجاه يخش البيت يتم اطلاق النار علينا واحنا ما حدش يعرف فينا وما حدش يعني يحس فينا. هذا يعني بقول لك مشهد يعني عمري 32 سنه عمري ما تصورت انه ممكن اشوف لحظه زي هذه اللحظات، لان انا لدرجه ان هذا شكيت انه يكون فيلم، قاعدين بيصوروا فيلم. القصف طبعا وصل البيت، ضرب البيت مرتين بشكل مفاجئ، ما بنعرف ايش السبب، ايش فيه ما بنعرفش. طبعا تبين بعد القصف يعني دخلوا الناس طلعوا الجرحى من جوا والمصابين وكذا، اكتشفنا انه في اثنين من بنات الشهداء والباقي جرحانين، زوجتي وبنتي رغد، بنتي فرح، بنتي رهف، عفوا بنتي ريم، منا، جنة، كلهم مصابات، واثنين طبعا استشهدوا الله يرحمهم. وقاعد في البيت الولد في حضن امه قاعد، واجى اكل شضيه في راسه، واجى حسبت انه خلص استشهد، وبلغوني انه استشهد ورحت فحرت له قبر،
فحرت له القبر وهذا، وانا في على القبر اللي هم بيقولوا لي ابنك اجوا حطوا مع الشهداء، اللي هو رفع ايده وتحرك وصار عيط، وهيو في العنايه المركزه. وانا بطالب انه يعني هذا انا لي اربعه انفار، لي ولدين وبنتين. ولد قبل سنه ونص مات كانسر في الاردن، اخذت علاجته سنه قعد في الاردن، وبنتين استشهدن قبل شهر شهرين في 9/3 تاسع يوم رمضان، 19/3 يوم رمضان، وضل لي هذا الولد الوحيد اللي موجود. ما حدش متوقع ليش، وبعدين ايش ذنب الاطفال؟ يعني كل اللي ماتوا امبارح كلهم اطفال ونساء، بيته كله راح، استشهدوا امبارح. في ظل الاستهداف العنيف اللي كان حاصل في المنطقه الوسطى من قطاع غزه بوصول عدد كبير من الاصابات، طبعا عدد الشهداء تجاوز اليوم في اخر احصائيه 228 شهيد تقريبا، عدد الاصابات حوالي 500 اصابه، من ضمنهم الاصابه الطفل توفيق ابو يوسف. طبعا توفيق عمره 4 سنين، استلمناه كشهيد من مستشفى العوده لانه ما كان في نبض ولا كان في اي علامات حيويه تظهر عليه. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، وذلك في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والذي يدخل يومه 47 بعد 200. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من الإصابات وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق دير البلح، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 37,084 شهيداً و 84,494 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في غزة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتوية جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية عن المحتجزين قبل عملية الاستعادة التي قامت بها إسرائيل أمس. ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي أن فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا ظلت موجودة في إسرائيل طوال الحرب لمساعدة المخابرات الإسرائيلية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين. نفت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم استخدام رصيف البحري الأمريكي قبالة سواحل غزة في عملية تحرير المحتجزين الإسرائيليين من مخيم النصيرات. وأوضحت القيادة المركزية أن أي دعائم باستخدام الرصيف البحري في عملية تحرير المحتجزين هو ادعاء زائف، مؤكدة أن الهدف الوحيد للرصيف البحري هو توصيل ونقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قالت منظمة الصحة العالمية إنه برغم القيود الكبيرة من قبل إسرائيل إلى أنها تواصل الجهود الحثيثة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وشددت المنظمة على أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الإغاثة بشكل عاجل، مضيفة أنه تم توثيق 464 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة، وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.
يواصل معبر رفح البري تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم. تتواصل الجهود لتخفيف الأعباء عن الأشقاء داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت الصورة أمام بوابة معبر رفح البري، شاحنات تدخل وشاحنات تخرج. منذ صباح هذا اليوم بعد دخول 164 شاحنة، لازالت الشاحنات تخرج من بوابة معبر رفح البري. هذه شاحنات الوقود التي عادت بعد أن أفرغت حمولتها. نتحدث عن 8 شاحنات للسولار دخلت في صباح هذا اليوم، وعادت إحدى الشاحنات وبعض الشاحنات التي عادت. وتأكدنا أيضا من سائقي شاحنات الوقود أنهم تم تفريغ الحمولة بالكامل. أما هذه الشاحنات هي التي تدخل مجددا الآن بعد دخول الشاحنات التي دخلت في صباح اليوم، ولكن بعد مرور عدة ساعات من الشاحنات التي دخلت، هذه شاحنات مجددة. نتحدث عن 20 شاحنة تدخل مجددا بخلاف 164 شاحنة التي دخلت في صباح هذا اليوم. وهذا تأكيد قوي على الدور المصري الكبير في زيادة عدد المساعدات الإنسانية وإنفاذ مزيد من المساعدات بعد إدخال الشاحنات صباحا. يتم تجهيز العديد من الشاحنات، شاحنات لا تتوقف مصر في تجهيزها، وهذا يدل على الوساطة المصرية والدور المصري القوي في إدخال مزيد من المساعدات لإنقاذ أهالي قطاع غزة. وربما التطور المهم اليوم هو دخول شاحنات السولار وأفرغت حمولتها بالكامل. نتحدث عن 8 شاحنات، ولازالت هذه الشاحنات أيضا تدخل من خلال بوابة معبر رفح متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث عن أطنان من المساعدات الغذائية وأطنان من المساعدات الطبية وأيضا شاحنات السولار التي تدخل تباعا، وهذا تأكيد على أهمية المعابر البرية وأهمية معبر رفح. لا يمكن الاستغناء تماما عن بوابة معبر رفح في إنفاذ المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد كبير من المتطوعين الذين يقومون بتجهيز هذه المساعدات نظرا بالطبع لاستمرار عمليات القصف في الجانب الفلسطيني وفي مدينة رفح الفلسطينية. فبالتالي الحاجة إلى مزيد من شاحنات الوقود وشاحنات المساعدات يكون بحاجة ماسة إليها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ولازالت هذه الشاحنات كما ترون في الصورة تدخل من خلال بوابة معبر رفح، هذه البوابة التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. رسالة مصرية قوية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية على مدار الأيام. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. أعود إليكم الآن إلى الاستوديو مرة أخرى. نشرتنا متواصلة معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. قوات الحوثي تعلن استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين تابعتين، والدفاع البريطانية تنفي تلك المعلومات. قتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أدى ضربات أيضا إلى اشتعال الحرائق وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأوردت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية نفذت عدوانا جويا بصاروخين موجهين استهدف مقهى ضمن محلات تجارية في بلدة عيترون بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة في خبر منفصل بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام. نفت وزارة الدفاع البريطانية تأكيدات قوات الحوثي حول مهاجمة مدمرة بريطانية في البحر الأحمر. كانت قوات الحوثي قد أعلنت أنها استهدفت المدمرة البريطانية ديموند وسفينتين مرتبطتين بها بصواريخ باليستية، ما أدى إلى نشوب حريق في إحدى السفينتين. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تفاقم الوضع الإنساني في السودان. وأعرب تورك عن الصدمة العميقة لوقوع عمليات قتل للمدنيين في قرية واد النورة بولاية الجزيرة. يأتي هذا في وقت حذر فيه عاملون تابعون للأمم المتحدة من أن العنف المروع وخطر المجاعة لا يزال يلاحقون شعب السودان.
They are violated brutally as we speak. I just issued a press release today on not so much on the situation in Gaza because I've been وقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذلك في 7 سبتمبر 2024. كان تبون قد ألمح نهاية العام الماضي إلى ترشحه لولاية ثانية. أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن مجلس صيانة الدستور وافق على خوض 6 مرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة والمزمعة في 28 يونيو الجاري بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. ضمت القائمة محمد باقر قاليايف رئيس البرلمان وسعيد جليلي كبير المفوضين السابق في الملف النووي وعلي رضا زكاني رئيس بلدية طهران المحافظ ومسعود بسكشيان النائب الإصلاحي ومصطفى بور محمدي وهو من غلات المحافظين ووزير داخلية سابق وأمير حسين قاضي زادة هاشمي وهو سياسي محافظ، فيما خلت القائمة من الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني. أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليمين الدستوري رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة. يحتاج مودي لأول مرة إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعدما دأب خلال الأعوام الماضية على الفوز بأغلبية المقاعد وتشكيل حكومة بمفرده. جاء ذلك بعد انخفاض عدد أصوات حزبه الهندوسي بهارتيا جاناتا وذلك بشكل لافت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة من 303 في برلمان 2019 إلى 240 في البرلمان الجديد. मैं कीर्ति वर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتكبد حزب الأغلبية في فرنسا خسائر أمام الشعبية المتزايدة لليمين. يتأخر حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون بسبع عشرة نقطة مئوية بنسبة 15%، يليه الحزب الاشتراكي بنسبة 14.5%. Comment allez-vous? Fidèle au poste. Tout va bien? Ouais. Oui. Bonjour, vous allez? Ça va? كما أدلى المستشار الألماني أولاف شولتز بصوته في اليوم الأخير للتصويت بانتخاب البرلمان الأوروبي. قدم شولتز حزبه الديمقراطي الاشتراكي على أنه حزب من أجل حرية التعبير والسلام، بينما تعهد بتجديد قواعد الترحيل بعد هجوم على شرطي، وذلك خلال تجمع حاشد. يواصل الأوروبيون في 21 دولة التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية الذي تشارك فيه معظم دول الاتحاد، في طليعتها فرنسا وألمانيا أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة. ودعي بالإجمال أكثر من 370 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس. في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في أوروبا مع توقع صعود اليمين المتطرف، تجري عمليات التصويت في 21 دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الجدد. أكثر من 370 مليون أوروبي يختارون 720 عضوا في البرلمان الأوروبي في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس الماضي وفي دول أخرى من دول الاتحاد يومي الجمعة والسبت. استطلاعات الرأي تتوقع أن يخسر الليبراليون والخضر مقاعدهم، مما يقلل أغلبية يمين الوسط ويسار الوسط ويعقد الجهود الرامية إلى إقرار قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي أو زيادة التكامل الأوروبي. كذلك فالتوقعات بالنسبة لكتلة تجديد أوروبا الليبرالية قاتمة أيضا، نظرا للتوقعات بأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيهزم حزب النهضة الوسطي بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في فرنسا. ويتطلع اليمين المتطرف إلى الاستفادة من اعتراضات وشكاوى الناخبين الذين سئموا من توالي الأزمات على مدى السنوات الخمس الماضية، انطلاقا من جائحة كورونا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر العرقلة بسبب الوجود الكبير لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي. وهكذا ستحدد الانتخابات كيفية مواجهة الاتحاد الأوروبي للتحديات، بما في ذلك روسيا والمنافسة الصناعية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة وتغير المناخ والهجرة. We'll be right back.
يواصل الناخبون في بلغاريا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية السادسة خلال 3 سنوات. في الانتخابات نفسها يختار الناخبون ممثليهم في البرلمان الأوروبي. انتخابات برلمانية هي السادسة خلال 3 سنوات في بلغاريا، انتخابات يستبعد مراقبون أن تسفر عن حكومة يمكنها إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد وتفسح المجال أمام الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني بلغاريا وهي أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حكومات غير مستقرة لا تبقى طويلا منذ الاحتجاجات المناهضة للفساد في عام 2020 مع سلسلة من الانتخابات نتجت عنها تحالفات هشة انهارت سريعا. أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأغلبية لن تكون من نصيب أي حزب بمفرده، ما يعني أن البلاد مقبلة على جولة جديدة من محادثات تشكيل ائتلاف بمجرد إعلان النتائج. الانتخابات التي جرت اليوم من المتوقع ظهور أولى نتائجها الجزئية بحلول منتصف الليل، ويختار الناخبون أيضا ممثليهم في البرلمان الأوروبي، لكن الإرهاق من تكرار جولات التصويت قد يمثل مشكلة. ففي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب، قال 40% فقط من المشاركين إنهم يعتزمون التصويت، وقالت لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت نحو 8.5% حتى ظهيرة اليوم. وبلغاريا بحاجة إلى فترة من الحكم المستقر من أجل التعجيل بتدفق أموال الاتحاد الأوروبي إلى بنيتها التحتية ومساعدتها في الانضمام لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو والمشاركة بشكل كامل في منطقة تأشيرة الدخول الموحدة لدول في أوروبا شنغن. وتأجلت بالفعل خطط الانضمام إلى منطقة اليورو مرتين بسبب عدم تحقيق التضخم المستهدف، ومن المقرر حاليا أن تنضم في 25 يناير 2025. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا تناول علم الجينوم، وقد أوضح مركز المعلومات أنه في ظل عالم يتطور بشكل ديناميكي على المستويات كافة، أصبحت المعرفة المسبقة للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض معينة دون غيرهم، وكذلك معرفة الأشخاص القابلين للنبوغ في مجال ما دون غيرهم أمرا ضروريا. كما استعرض التحليل أيضا مشروع الجينوم المصري، مشيرا إلى أنه له مستقبل واعد، فعلى مستوى تحسين الصحة العامة والمبادرات القومية، وفي ظل العلاقة القوية بين مستوى الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، أولت مصر في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا بمستوى الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى الصحة العامة لسكان مصر والحماية من تفشي الأوبئة. أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحجاج المصريين الذين تم تقديم الخدمات الطبية لهم وصل إلى 9,000 حاج، وأوضحت الوزارة أن عدد المحتجزين بالمستشفيات السعودية وصل إلى 35 حالة، تم خروج 10 حالات وباقي الحالات وضعها الصحي مستقر. بهدف المتابعة والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم للحجاج المصريين ومراجعة الأدوية والمستلزمات بعيادات البعثة الطبية، قام مسؤول البعثة بعمل جولة تفقدية بتلك العيادات لتذليل المعوقات كافة التي قد تواجه الكوادر الطبية خلال عملها بالعيادات، ورصد انطباعات الحجاج المصريين ومدى رضاهم عن الخدمة العلاجية المقدمة لهم. لفينا على كل العيادات اللي في مكة، أولا عملنا دعم بالأدوية والمستلزمات كلها، يعني كأن احنا ملينا المخازن من اول وجديد، وبحيث ان احنا نخش على المرحلة الثانية، وان شاء الله يعني كده مفيش اي، رجعنا كل الجرد، عملنا جردنا المخازن ورجعنا كلها، مفيش اي حاجة ناقصة الحمد لله. قابلنا العيانين وقابلنا الدكاترة واطمنا على تواجدهم واطمنا على نوعية المرضى اللي بتيجي والتعامل معاهم. احنا كان يهمنا اساسا من ناحية خدمة العيادة الخارجية انه يبقى المريض واخد معاملة كويسة، تشخيص سليم، تشخيص سريع. والحاجة التانية احنا رجعنا بقى المستشفيات اللي المفروض بنحول ليها الحالات، والحمد لله احنا في تواصل. احنا لحد النهاردة يعني الحمد لله عملنا وصلنا ل 8000. الشكاوي اللي جات لنا معظمها نزلات البرد، تغيير الجو، التكييفات، الألم المفاصل، القدمين من المجهود بتاع العمرة، والحمد لله الدكاترة عندنا تعاملوا مع كل الحالات. كما تم دعم وإمداد عيادات البعثة الطبية من خلال التموين الطبي والمخزون الاستراتيجي بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وبخاصة الأدوية الملحة والمزمنة كأدوية السكر والضغط والقلب. لا
اكتفينا على العيادات، تابعنا نواقص وكملنا نواقص الادويه والمستلزمات، ونبهنا على كل الصيادله والدكاتره والفريق الطبي الموجود في جميع العيادات انه يتم المتابعه معانا اول باول من النواقص. مجرد ما الصنف يوصل لرصيده 50% يتم ابلاغنا ليتم استكمال النواقص. تم استكمال المضادات الحيويه والمسكنات واستكمال جميع الادويه في وان شاء الله الحمد لله الارصده بقت 100% في جميع العيادات. ضيوف الرحمن عبروا عن امتنانهم لما تقدمه البعثه الطبيه من خدمات تشخيصيه وعلاجيه لبت طموحاتهم. بصراحه القافله عامله اللي عليها وزياده، والدكاتره بصراحه معاملتهم حلوه جدا الصراحه، يعلم ربنا. قولوني وجعني فقالوا لي ان في هنا قافله طبيه يعني، ونزلت والدكتوره بصراحه عملت وعي الواجب وادتني علاج وصرفته من الصيدليه. بشكركم كلكم اللي مهتمين بينا والحمد لله، احمدك واشكرك يا رب. الانتقال بالخدمة العلاجية للحجاج المصريين من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة هو ما حرص عليه مسؤول البعثة الطبية المصرية، فالكل يتبارى في خدمة ضيوف الرحمن رافعين شعار خدمة الحجيج شرف لنا. محمد حلمي، التلفزيون المصري. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، نتابعها مع محمد عبد الله. محمد اتفضل. شكرا هام وشكرا أدا. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضحية للعام الثاني، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقاً في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. أظهرت بيانات حكومية أولية تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. التراجع في الربع الأول هو انكماش الفصلية الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي تضرر من خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام. أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 10 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2,700,000,000 دولار في مايو. وعلى المدى الأشهر 12 السابقة ارتفع العجز إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7% في إبريل، متجاوزاً الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. هذا وبلغ الإنفاق على الحرب على غزة التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل.
اتفقت الصين وباكستان على تعزيز التعاون في مجال التعدين والصناعة، وأكد بيان مشترك أن الصين ستعزز التعاون مع باكستان في مجالات مثل موارد النفط والغاز البحري، وستشجع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير مناطق النفط والغاز البحرية في باكستان. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى ريهام وأدا. شكرا لك محمد. بدأ العراق مشروعا باسم نبض بغداد، وذلك لتجديد منطقة تاريخية في العاصمة العراقية تعود إلى العهد العثماني. يضم المشروع معالم يعود تاريخها إلى القرن 19 في وسط بغداد القديمة. بدأ العراق مشروعا لتجديد منطقة تاريخية في العاصمة بغداد تعود إلى العهد العثماني على أمل إحياء مجدها القديم وجذب المزيد من الزوار إليها. المشروع الذي يحمل اسم نبض بغداد يضم معالم يعود تاريخها إلى القرن 19 في وسط بغداد القديمة من جهة منطقة الرصافة، وهي منطقة ذات أهمية تاريخية تعتبر أساسا للعديد من القصور والمواقع الذي يعود تاريخها إلى عهد الخلافة العباسية. الشارع هو يعني يصل إلى شارع المتنبي ومحاذي شارع الرشيد والمنطقة هاي القديمة، ولذلك تم الشروع بتأهيلها حفاظا على التراث وإحياء المنطقة. أيضا يشمل العمل كل المباني المطلة على هذا الشارع والساحة بواجهاتها والشارع والساحة نفسها، وما يرتبط بهاي الواجهات من أعمال تحتاج تدخل حتى نضمن صيانة وترميم الواجهات، من أعمال تصليح من أملاح ورطوبة أو أماكن تسريب. وتبلغ الحدود الإدارية لمشروع مركز بغداد التاريخي 6 كيلومترات من ضفاف نهر دجلة وشارع الرشيد وساحة الخلفاء. وتقول السلطات العراقية إن نسبة 80% من المشروع اكتملت الآن، وسيتم افتتاحه بحلول منتصف يونيو الجاري. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مدبولي يلتقي مسؤولي مجموعة العربي لبحث مقترحات دعم التصنيع، ويؤكد الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتجات. شكري يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تجمع بريكس وعقد لقاءات مع نظرائه المشاركين بالاجتماع. تقارير عن تقديم الولايات المتحدة معلومات ساعدت في تحديد موقع المحتجزين بغزة، وواشنطن تنفي استخدام الرصيف البحري لإخراجهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.